يعني قد يقولها قائل وليس بعالم معناها، هل يتصور هذا؟ تصور أو لا يتصور؟ نعم، كما أن بعض الناس يغني بلا إله إلا الله، أغني يرددها، كما أنهم هناك من يردد أغاني أو أناشيد فيها شركيات هو لا يعلم. وحدثني شاب في أمريكا كيف أسلم، يقول أنه مطرب وأن أعجبته أغنية يقرأ فيها، لما تقرأ ترجمتها وإلا إيش فيها لا إله الله، أنه ما يستحق العبادة إلا الله. قال من هنا انطلقت وخذت أفكر أفكر حتى أسلم. كان حديث عهد الإسلام، حتى والده يعلم بإسلامه وأخوته لا يعلم. وفي ناس يطبعون الكتب في مطابع نصرانية في بيروت وغيرها، حتى كتب إسلامية وفيها ماذا؟ فيها لا إله الله، هل يكون مسلمين؟ لا، لأنه يكتبها طباعة تجارة، ما لا اعتقادا وإيمانا بها. فلا بد أن يعلم الإنسان معناها ويحبها ويواليها ويوالي أهلها ويبغض أعدائها مع اليقين والاستقامة والانقياد والقبول. ها، لابد، الكلمة عظيمة. نعم، إذا قيل لا أليست لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال بلى. قال إذن أدخل الجنة بها. قال ولكن المفتاح له أسنان، فلابد هذا المفتاح إيش؟ وأسنانه أركان الإسلام، فلابد أن تأتي بالأعمال، ما استطعت. نعم، ومعنى هذه الكلمة يجب أن يعرفه الإنسان قبل كل شيء. نعم، ثم يعمل به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أما مجرد النطق بها من غير اعتقاد لمعناها ولما دلت عليه فإنه لا ينفع. المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لا يعتقدون معناها. نعم، يقولها كذبا. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، كذلك هناك من يقولها وينقضها، والله يقول لئن أشركت يحبطن عملك، مثل عباد القبور الأولياء يقول لا إله إلا الله ويعبدون الأولياء، هذا قولهم لها كعدمه، كأنهم ما قالوها، ما دام تقولها وتشرك ما استفد منها شيء. نعم، وكذلك من نطق بها ولم يعمل بمقتضاها من البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله فهو ينطق بها ويدعو الأموات ويدعو الموتى ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم باسم التوسل بالصالحين، فهذا لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله لأنه أتى بأعمال تناقضها وتبطل مفهومها، كما عليه عباد القبور اليوم وكما عليه أصحاب الطرق الصوفية المنحرفة. صحيح، وكذا كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله ما دام لم يتب من هذا الناقض ولم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان حينما ينطق بهذه الكلمة فقد أعلن البراءة من كل معبود سوى الله والتزم إخلاص العبادة لله وعاهد الله على ذلك، فإن وفى بعهده فهو الموحد الذي تنفعه هذه الكلمة كما نفعت صاحب البطاقة، وحري أن تكفر عنه جميع السيئات كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن نكث هذا العهد وخالف مدلول هذه الكلمة وراح يطلب من الموتى ويستغيث بهم لم ينفع. حتى أن بعض المشركين كان يقول في تلبية الحج ماذا يقولون؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك، هو لك تملكه وما ملك. هل تنفع مع التلبية؟ لو اكتفوا بقول إيش لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا صحيح، لكن هم يضيفونها يقول إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، نسأل الله العافية. نعم، وإن نكث هذا العهد وخالف مدلول هذه الكلمة وراح يطلب من الموتى ويستغيث بهم لم ينفعه النطق بها ولو كرره عدد الأنفاس ولو جعل له أورادا يرددها كل صباح ومساء كما عليه أهل الأوراد الصوفية. فليس المهم تكرار النطق بهذه الكلمة، وإنما المهم تحقيق ما تدل عليه ظاهرا وباطنا. نعم، جعلنا الله من أهلها العاملين بمقتضاها. اللهم آمين.